نروح بعد كده لأخبار الناشئين في الصحف والمواقع، وهنبتديها مع بعض بخبر مهم جدا. 60 لاعبا اتحاد الكرة يرفع أعداد المقيدين بالبراعم. اتحاد الكرة رفع أعداد المقيدين بالبراعم من 50 إلى 60. ابتدينا الموسم في لائحة بتتبعت للأندية النهاردة عدد المقيدين في البراعم. البراعم دي مواليد 2008 2009 2010 2011 2012، بتتبعت لائحة من بداية الموسم 50 لاعب. طب بعد كده اتغيرت ليه بقت 60؟ يعني ده شيء يدعو للعجب. يعني النهاردة ما احنا عايزين نثبت بقى على حاجة، يعني لازم يبقى عندنا لوائح ثابتة، لازم يبقى عندنا فكر، لازم عندنا تخطيط لرؤية مستقبلية. مش كل يوم هنصحى أو الأندية يجي لها ورق بمنشور جديد، الناس هتشتغل إزاي؟ النهاردة أنت خلاص قلنا هنقلل أعداد البراعم علشان تدي حرية أفضل للمدرب، علشان ما يبقاش فيه احتكار لأندية ما يبقى عندها عدد كبير. قلت 50، طب إيه اللي رفع النهاردة بقينا ل 60 لاعب في البراعم؟ فالنهاردة ده شيء يدعو برضو للعجب. الحاجة التانية برضو زي ما احنا بنقول في حاجات مش جيدة في حاجات كويسة. النهاردة اللاعب اللي بيقيد في البراعم ممكن يلعب في الأكاديميات بس بشرط استخراج كارنيه جديد. ده ماشي، شيء جيد علشان اللاعب يقدر يلعب ويشارك. الحاجة التالتة والمهمة برضو النهاردة وإحنا بنتكلم عن مسابقات البراعم 2009 و10 و11 و12 و13، كل فريق بيلعب كام وجول؟ مفروض الأندية بيجي لها منشور بالكلام ده. مثلا 2009 هنقول 8 وجول، 2010 7 وجول، 2012 كام وجول؟ تخيلوا للحظة دي في بعض الفرق الأندية ما تعرفش لو المسابقات ابتدت بكرة اللعيبة هتلعب كام وجول في الملعب. النهاردة المدرب اللي بيشتغل ده إزاي يمرن اللعيبة؟ يعني النهاردة في مسابقة جديدة بقت 2013، مفروض 2013 دي كانت من السنة القادمة. اتحاد الكرة استعجل السنة دي وقال لك أنا عايز السنة دي 2013 تكون موجودة بدل 2012 هي موجودة كان المفروض آخر سن، لا احنا نضيف السنة دي 2013. الأندية والمدربين ما يعرفوش 2013 دول هيلعبوا في مساحة ملعب قد إيه، ولا يلعب كام وجول، ولا عندهم شروط المسابقة. تخيلوا اللحظة دي وإحنا بنتكلم والمسابقات على الأبواب. الحاجة التانية برضو المهمة، قضية شفناها على السوشيال ميديا خلال اليومين الثلاثة اللي فاتوا، اللي بتقول النهاردة بيمنع اتحاد الكرة يمنع انتقال الناشئ لأي نادي يبعد 50 كيلو عن مقر إقامته. ده خبر يعني كان محل جدال على السوشيال ميديا خلال الفترة السابقة. منذ القديم أو من زمان بنشوف أي لعيب في المنصورة، أي موهبة في المنصورة، في الشرقية، في مرسى مطروح، في سيناء، في أي محافظة في مصر بيرغب في الانضمام للأهلي، للزمالك، إسماعيلي، إنبي، أي مكان لعيب بيتقدم للاختبارات وبيلتحق بالنادي ده. السنة دي اتحاد الكرة طلع قرار قال بدل محل إقامة اللاعب بتبعد عن النادي اللي هو عايز ينضم ليه 50 كيلو، يمنع اللاعب من الانتقال لهذا النادي إلا بالرجوع لاتحاد الكرة. طب اشمعنى للرجوع لاتحاد الكرة؟ يعني إيه الحكمة إن أنا أرجع لاتحاد الكرة في إن أنا أيد لاعب؟ هو النهاردة محمد صلاح الموهبة العالمية اللي احنا كلنا بنفتخر بيها في مصر جه منين؟ مش جه النهاردة من نجريج، من طنطا، من كرة أو من قرية صغيرة من الغربية لنادي المقاولين العرب؟ هل النهاردة المسافة دي كانت أقل من 50 كيلو؟ الحاجة التانية اتحاد الكرة بيقول علشان الأندية الكبيرة ما تستحوذش على المواهب الموجودة في المحافظات فاللاعب يتمرن في مركز شباب جنب البيت عنده أو نادي جنب البيت عنده. طب النهاردة الأندية الكبيرة زي إنبي، زي المقاولين، زي الأهلي، زي الإسماعيلي، الأندية دي عندها من الإمكانيات إمكانيات كبيرة، ملاعب، عندها خبرات مدربين كبيرة تقدر تضيف للاعب وتثقل المواهب الموجودة عندها. فالنهاردة ليه نحرم لاعب كذا سنة إنه ياخد الخبرات الكبيرة دي من القطاعات الناشئين الكبيرة دي؟ دي قضية مهمة جدا.